افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى الدعاء التابع للأوقاف ضمن مراحل التطوير التي تستهدف تحديث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة البنية التحتية. وخلال الافتتاح أكد جمعة أن الوزارة أنفقت أكثر من 100 مليون جنيه على الرعاية الصحية للعاملين بالأوقاف خلال الفترة الماضية. تطوير هرمي للرعاية الطبية بمستشفى الدعاء التابعة للأوقاف انطلاقا من دور الوزارة في خدمة المجتمع وتقديم خدمة طبية متميزة للعاملين والمواطنين، آخره افتتاح وحدة قسطرة القلب. بنركز على 3 نقاط: تحديث الأجهزة بأحدث الأجهزة في كل المجالات، الأساتذة على أيضا أن يكون الأساتذة من أفضل الأساتذة المتخصصين، مراعاة البعد الاجتماعي في الأسعار. وأنا أكدت عليهم أن تكون أسعار مستشفى الدعاء هي أقل الأسعار بالقياس لجميع الأعمال المماثلة والجهات المماثلة، لأن احنا هدفنا الخدمة المجتمعية. جهاز القسطرة الحمد لله بيقدم كل الخدمات الطبية اللي محتاجة تدخل بالقسطرة بالنسبة لجميع مرضى أمراض القلب، ما بين قسطرة تشخيصية وقسطرة علاجية، سواء للشرايين التاجية لأمراض للقلب والشرايين الطرفية، لعلاج جلطات القلب الحادة والذبحات الصدرية الغير مستقرة التي تحتاج تدخل عن طريق القسطرة، وأيضا لعلاج اضطرابات ضربات القلب وتركيب منظمات ضربات القلب المؤقتة والدائمة. توفير أحدث الأجهزة الطبية واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعاملات الصحية ورفع مستوى الأداء للعاملين كافة أهداف أخرى وضعتها الأوقاف نصب أعينها في تطوير مستشفى الدعاء. احنا لو بنطور حاجتين، بنطور أول حاجة في البنية التحتية وفي الأجهزة، يعني ماشيين بارل مع بعضه في الحاجتين. أول حاجة طبعا احنا بالنسبة للبنية الأساسية، احنا طبعا بنعمل أدوار وبنعمل إحلال وتجديد ليها في بعض الأماكن وبعض الأقسام عملناها جديدة. عندنا مثلا في قسم بتاع الكلى برضو ده تجدد، عندنا في برضو أقسام تانية، برضو في قسم بتاع الأشعة الجاما برضو تم افتتاحها. برضو جبنا حاجات للعظام والعمليات والأشعات، كل الأقسام النهاردة فيها أجهزة، خلينا نقول أجهزة سنية، يعني أجهزة حديثة على أحدث ما يكون. منظومة تحديث لمستشفى الدعاء باتت هدفا للأوقاف للارتقاء بجودتها لتحقق مستقبلا تغطية شاملة لخدمات الصحة الأساسية. من مستشفى الدعاء، وليد هيكل، التلفزيون المصري.